المطيشة دايره 10 دراهم، في بلاصتها دايره 26 فرانك الكيلو، 260 درهم. اه غالية هذا العام، ولكن الصراحة كل ديما في شهر 12، كل عام في شهر 12 كتطلع مع الجريحة ومع من ما طاحتش الشتاء وكملت عليها الجريحة، ما طابتش مطيشة فقدت. ملي كطيب كتدخل مارشي كيكونوا كميوات بزاف، ومع الجريحة كيكونوا الكميوات مطلوب ديالها قليل، وهي اللي كتستهلك مزيان مطيشة. الكليان أول مرة كيسول على مطيشة، اللي يدي جوج كيلو كيدي كيلو ونص ولا كيلو، كاين اللي يدي نص كيلو. ما في الصراحة غالية مطيشة اختي، راه هي ضرورية، ولكن مطيشة راه ضرورية تستعمل في جميع المواد، كمطيشة مع البيض ومطيشة هي اش نقول لك، هي بحال قلتي هي السارو ديال الدار. الا ما كانتش مطيشة حتى حاجة ماكينة، 10 درهم كتجينا شوية قاسحة من ناحية الثمن، راه قاسحة بزاف. مطيشة خصها على الماكسيموم خصها تكون 6 دراهم 5 في متناول الجميع. مطيشة طلعت بزاف، علاش طلعت بزاف؟ حيت كاين شناق لشناق، بعدا كاينة كنشوفوها من شناق لشناق عاد كتوصلنا لكازا. ما ملي كان بكري ما كانوش الشناقة بنيتي كانت كتوصلنا، دابا كنديرو بها الحريرة في البيض، نديرو بها بيض ومطيشة، نديرو بها الحسوة، نديروها مع البيض. الفقير دابا مبقى لي ما يشري من المطيشة، اش بقى لي ما يشري؟ يبغي يشري كيلو، اش غيدير اللي عنده 4 الوليدات وخمسة الوليدات، اش غيدير ليه 4 كيلو؟ يلا بيني وبينك بنيتي، اش غيدير ليه 4، اش غدير ليه كيلو؟ تاخدي كيلو ب 1000 فرانك ولا 260. الشوا الشوا شواونا، والله حتى شواونا بنيتي، وهادشي كله غلا. الله يجعل ربي ديال شي يساوي ديال الخير ويغيثنا بشي شتي، وهادشي اللي كنطلبو من الله تبارك وتعالى. كمواطنة مغربية واش تشري مطيشة ب 10 دراهم؟ لا ما نقدرش عليها بنيتي، نمشي لديك مطيشة مهرسة وهي اللي ناخذ، وما نكذب عليك، ومع 10 دراهم ما نقدرش نشريها. شحال كنربح أنا؟ أنا كنبيع ونشريها كنين يقسو المسكة. شحال غنصور في النهار؟ 400 600، غنشري كيلو ب 1000 فرانك، شحال غيبقى ليا لولادي؟ غتاخذي البيض، عارفه البيض تا هو غالي بدرهم، كي غديري؟ يلا بيني وبينك كي غديري؟ نقدر ناخذ حكم مطيشه ب 60 ريال وما ناخذهاش هي، ما نكذبش عليك، ماشي في المستطاع ديالي بنيتي. لا ما مرتفعش، لا ما مرتفعش عادي، مزيانه السوق مزيان، 10 دراهم. لا ما جاتنيش غادي، نورمال عادي، شي الفلاح حتى هو يتمتع في الشاشة وعادي، حنت شويه الفلاح وشويه المواطن يتعاونوا بجوج. نشريها لك كانت الظروف فهمتيني، عادي الفقير شي يعاون الفقير، حيت الغني شي ياخذ غير جوج مطيشات ولا نورمال عنده، وراه نورمال اي دار كتكون مطيشه مهمه فعادي، عادي اي دار مهمه مطيشه. مطيشه كنظن راها مهمه في الحياه اليوميه ديال المواطن، فاهم كل شيء، شنيضات مريقه كلشي فيه مطيشه. بيان سور مطيشه هو الخبز تاي مزيان ياك، بيان سور غنشريها لان اوبليجي، داكشي مفروض علي انني غنشريها. ما يفعوض باش ناخذ 2 كيلو غناخذ 1 كيلو، الثمن كيبقى مرتفع بطبيعه الحال بالنسبه ل 10 درهم، قاصحه شويه على المواطن.